قول لي صح يا حاج، حضرتك كنت عايز علبة الشاي من عند عم احمد ولا من اول الشارع؟ مالك يلا؟ لا خالص يا حاج، بس كنت لسه جاي من الجيم، بقول لي بس عايزها منين؟ قوم من الوش. حاضر. ناقص عبط على الصبح يا خد يا كلب البحر، انت معاك الزبالة دي. عايزين ناخد السؤال ده معايا؟ طب ما تشوفي حاجة أتقل منه شوية يا عم. ايه ده؟ ايه العبط اللي انت فيه ده يعني؟ قولي لي عايزين نرمي في انهي صندوق زباله؟ في الزباله اللي على اول الشارع. تريق عليا؟ انت شكلك كده في الشارع وانت تظبط. عيب عليك يا مفيش جيم يا حبيبي، ابو ده مش بشيلي.